ما اعرف سلطان يسوي كذا. سلطان بس يبي يخلص من التمرين، يبي يخلص من الفقره بس باللي يجيبه. ايه خابره. سم. خلنا هرول وسلطان. فارجني يا رجل. اذا في نقاط حروض. لا لا. شوف. سلطان ما يطلع منه شيء الا بنقاط. ايه. غيره لا تدور من وراه. والله العظيم لا اسوي تمرين والله. شوف شوف بعضهم. طيب كوتش تاك بعضهم خصص. بعضهم مصلحتي. اسمع لا السالفه مو مصلحتي. لا لا شوف شوف الفقره ذي لك. ما فيها لي ابي نقاط. شلون ما تبي تستفيد؟ استفادك لا هو كيف هو هذه صراحته هو يشوف انه صريح بكيفه لكن لا. شوف ما قال شيء نقاط طيب نقاط شلون تاخذ نقاط وانت ما تتمرن زين؟ بتعلم المره الجايه طيب نصيحتك يعني اذا جاء الاختبار اللي قاعد يتمرن احسن منك راح يفوز عليك يا كوتش يلا انا متعلم الحين بمون عليك خلاص انت تقول صحتك عاديه صح؟ يقولها صح؟ ننطلق من الجري واللي بيفوز ياخذ من من من, من واحد من ما من نقاطه اذا راح علي ايه اذا فهمت اخذ ما فيه ابي شفت شفت مو متحدي هلا استاخر مو متحدي شوف صامل شوف متحديك يلا يلا قوم ليش تنط عشان اي خلاص خلاص نط سام ترى مستشار العب رياضه وتمرن اخي استمرين عرفته في حياتي بالرياضه القدم انت تراك تمرن لسانك هنا كل ما جينا هنا ما غير تكلم خربت على نفسك والله ما سويت خربت على زملائك خربت على زملائك طلعت الشباب من مود التمرين ادي صح لا ما والله ادي صح ابراهيم خلني اتكلم الله يعافيك الواحد ما يقدر يصف كلمتين على بعض عندك لا زملائك تعطيهم فرصه ولا انت اللي خليتهم يركزون في تمرينه ولا انت اللي خليت الناس انا تشتتني انا اللي اقدم الفقره تشتتني ابراهيم انت تأدي صح تتمرن صح كمل معاي قلت لك سو كذا سو معاه من زملائي هي اللي اشغل انا جنبي أنا. احلف اقسم بالله خل ذاب يا كذاب تدري تقسم بالله خليني خلي الذاب دقيقه خل زملائك خل زملائك اشغلتني انا شوف اقول لك يا كابتن اشغلتني انا ادائي تاثر بسبتك طيب صل على النبي عليه الصلاه والسلام صل على النبي عليه الصلاه والسلام اقسم بالله الذي لا اله غيره اني ما نمت الا ساعتين مشكلتي اقسم طيب اسوي مع الكابتن طيب مشكلتك صبر 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 انا نمت لساعتين جيت تمرنت طيب ما نمت الا ساعتين انا ما احب النقاشات العقيمه مع ما كلمني انا كلمني انا ما نمت الا ساعتين اي نعم زين انت بامكانك انك تنام الصباح بامكانك انك تنام الظهر عندك فقراتك الساعه 5:30 التزاماتك للقناه او خارج القناه انا ما تهمني انا عندي فقره جاي اقدمها اذا انت اوكي القناه تهمك انا ما قلت القناه ما تهمك ولا ما تهمك انا قلت التزاماتك برا ما تهمني تهمني فقرتي أنا ادائك ما تحس انك كرام لك صبر اسمعني خليك الساعه لابس البدله اسمعني خليك كرام لك ليش ما تبيني اكمل كلامي طيب تفضل انا سمعت كلامك كامل انا ترى العمده لا 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 ما خصم عليه لا لا تخصم هو معد هو معد فقره يقدر يخصم علي توكل انا مقدم فقره مو معد مو مقدم اجي هنا من ضغط تعبان ما نمت الا ساعتين التزم معي بالفقره على خشم زين لا تاثر على نفسك وتاثر على زملائك وتاثر على المقدم حق الفقره خليك كمل كلام الفقره ما انت فيها لحالك في 100 واحد معك في فقره هنا خلهم يدوا فقرتهم زين بس في ضراوج وجه ويا وعد ان شاء الله ما تكرر باذن الله اتمنى انا قلت لك الصحيح اتمنى اقسم بالله اني ما قلت لك الصدق احتراما لفقرتك واحتراما لذاتك احترامك مقدر الله يعزك راح اخبره راح اخبره بالكلام اللي انت قلته ولا اشغلته ان شاء الله ما حد يخصم عليه ان شاء الله ما حد يخصم عليه. اهم شيء عندك وانا عندكم نائب العمد انتبهوا ترى نائب العمد تو عندي الله حقاني اهم شيء عندي الكوتش وجمع الفقرات عندي كفو والله كفو ترى شفت ترى والله خصم طيب ما قلت شيء ترى اسمع بيتحداك يوم التحدي بيفوز عليك